نعم. وهذا سؤال يقول فيه السائل: هل يجوز لي أن أجلس منفردا لوحدي وأتكلم آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر بقصد أن يسمعني الجان الموجود حولي؟ لا، أنصح الإنس وأنكر على الإنس. أما الجن عندهم من المؤمنين من الجن من يكفي إن شاء الله، خل الجن للجن. نعم. هذا سائل من هولندا يقول: سائل من بلجيكا يقول: امرأة من هولندا تقول